الو، ايه ايوب؟ ليك ايوب، انا اليوم كمان مش جاي على المكتب. ما اسمعيني اسمعيني، لحظة، في شيك اجا من الدار وهيئته حرزان، شو بعمل فيه؟ ايه معاشي؟ لا قصدي مبلا بنطر يومين. طيب يومين شهرين ويمكن سنتين ما شفتك يا حبيبي يا معاشي. بحطه بالحساب. شو هو حسابي؟ اهلين. بونجور مسيو. انت؟ انا؟ ايه انت؟ في مجال احكي معك بليز؟ انا؟ شو قصتك؟ ايه انت؟ شفتك هلا من شوي فايت على البنك، لفتت لي نظري، فيني احكيك بليز؟ انا؟ ايه انت؟ بس ما بيسوى نحكي هون قدام الباب، تعتع. مهضوم كتير انت. يا اهلين. ولا كلمة ما قلت لك. اكيد قاعد 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 كاميرا خفية، ما هيك؟ ما انا عملت. افتحت! ولا كلمة! افتح الشنطة! افتح الشنطة! يلا بسرعة! ما في شيء. جمعت! شو بك شي استاذ؟ عملت لك شي هالبنت؟ ايه رامي، هلا بابي وعم وليد ظهروا بسرعة، الدرك حكيون بدون صورة لنور. ما بعرف، الهيئة في خيط أمل. وينك أنت؟ بالمكتب؟ بمكتبي؟ شو عم تعمل بمكتبي؟ شو؟ وحياتك مثل ما عم حكيكي، هي قدامي بدك تحكي معه؟ يلا دكتور ايوب تليفون لك. مين؟ البيت الابيض. الو ماتر، قتلوني يا ماتر، قتلتني بنت الحرام، بس حسابي عند الله. بلا درك معه خبر. كيف؟ انا بالمكتب على البيت. طيب انا رح غير تيابي وبكفي عند ندى. لا 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 ماتر، لا بفضل ضل بالمكتب، لانه حضرتك مختفية عند الانظار والشيك نايم بحسابك، وانا جيبي عم بيصفروا، يمكن صاحب الملك ناطرني على الباب.
اصلا ما عاد تحس بامان تمشي وحدي على الطريق. بنات الحرام كتار، الله لا يوفقها بنت الحرام النصابه. طيب